بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الناس إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحاء كثير من الناس يريد أن يقول إن الزمان قد تجاوز هذه المناهج والمسائل معا، ولذلك فلا بد علينا من إلغاء التراث. هذا شأنه في تصوري كشأن من أراد أن يرجع الزمان ويبحث عن قوة البخار بعدما توصلت البشرية إلى استعمال هذا البخار في تسيير القاطرات وفي تسيير البواخر، وتطور هذا إلى البنزين ثم إلى الكهرباء ثم إلى الطاقة الشمسية والطاقة النووية، ثم بعد ذلك هذا المسكين يريد أن يرى براد الشاي وهو يعلو ويهبط من قوة البخار كما رآه إديسون منذ أكثر من 150 سنة. لا بد أن نستفيد من تجربة السنين، من العقول المتكاثرة التي فكرت، من المناهج التي وراء هذا الكلام، وهي مناهج قادرة على المواجهة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الذي ينكر حقيقة التراث قرأ عن التراث ولم يقرأ في التراث، ولذلك ترى هناك هذا النزاع الذي يعبر عنه الأستاذ يحيى حقي في بعض كتبه حول النزاع بين العمامة والطربوش، يعني النزاع بين التراث والمعاصرة أو بين الأصالة والمعاصرة، يعني النزاع بين القديم والحديث، يعني وهكذا. هذا النزاع نشأ من عدم اطلاع كل فريق على ما قاله الآخر، إنما هو ينظر إلى تصرفات ذلك الفريق الذي درس التراث وعاش في التراث وتمسك بالتراث تمسكا قد يكون فيه شيء من الجمود وقد يكون فيه شيء من المحافظة على القديم، لكنه في نفس الوقت قد يكون فيه أيضا نسيان لواجب الوقت وعدم القيام بهذا الواجب، مما يجعل الفريق الآخر يظن ويرى أن هذا ليس مناسبا فيتفلت منه بالكلية، ويتمسك هؤلاء باعتبار أن الوافد إنما هو وافد غريب على جسم المسلمين، وتحدث هذا النزاع السخيف بين الأصالة والمعاصرة.